ادي يا امي الحكايه من طقطق لسلام عليكم. ايه رايك بقى؟ والله لو كنت عملت كده فعلا يبقى كتر خيرك. لا كتر خيرك دي كانت زمان، ايام ما كنت شغال مع ابنك وبكسبه ملايين وهو يمد ايده في 4-5 آلاف جنيه ويقول لي كتر خيرك. لكن دلوقتي الوضع اختلف، حقي وحقك، ان كنتوا اخوات اتقسموا. بس انتوا مش اخوات يا رياض عشان تتقسموا. يبقى فكك بقى من كل الكلام اللي انا قلته لك ده، وخليه هو بقى يعيش معاهم، منه ليهم، العمر الطويل ليكي بقى ان شاء الله، بس ما يرجعش يندم بعد كده. استنى بس، احنا لسه ما كملناش كلام ده. انا قلت كل اللي عندي وفهمتك ان الولاية كانت قبض عليه في المطار او كانت مسك وهو بيصفر الفلوس للبلد. يا امي انت الوحيدة اللي تقدري تشتري براءة ابنك، لان عارف ومتأكد انه قايلك على مكان الفلوس، فانت تقدري تتصرفي من غير ما ترجعيله. تصرفي وفاجئيه ببراءته، فاجئيه انه يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي. انت مش متخيلة هيبقى فرحان ازاي. طبعا هيبقى زعلان على القرشين اللي طاروا، بس انا متأكد انه هيقدر يعوضهم. اظن ده رأي وجيه. طيب ممكن تديني فرصة يومين افكر؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده اللي هيحل لك كل مشاكلك. انت مين اللي قالك؟ مش مهم مين اللي قالي، مهم المليون دولار اللي مطاكي عليهم عشان يطلعك يوصلوا له. انت لو انت فعلا عايز تطلعي، هو انت فاكر انا ممكن ارجع له او اعيش معاه بعد كل اللي قلته لك؟ ولا انت بتقولي كده علشان تستفزني وتخليني اخد الشيك بتاعك؟ مش كنت عايز تعرف انا ليه كنت رافضه اقول لك؟ عشان كنت عارفه انك هتعمل كده، وانا مستحيل اقبل. يبقى مش هتعرف تحل مشكلتك. لا هحلها بعيد عنك يا سيف. بعيد عني ازاي وانا عارف ان انتوا معكوش المبلغ ده؟ ما هو عارف كمان ان المبلغ ده مش معانا، بالرغم من كده مضان عليه. انا مش مستوعب هو ازاي عامل كده. عشان انت مش عارف تركيب دماغه، ده واحد بيعبد الفلوس، مستعد يعمل اي حاجه علشانها. طب ما يروح لاي حد عنده فلوس. هو مضاني الا لما عارف ان انا بشتغل معاك، هددني بالسجن والفضيحه، عاوز يخليني افكر امد ايدي على فلوس الشركه. شفت اللفه عامله ازاي؟ طب بدل ما تفكري يوصلك للتفكير ده، انا بديك المبلغ اهو. وانا استحاله اخده، انا مش ممكن اخد منك اي فلوس يا سيف. ولو سمحت يا سيف ما تكلمنيش في الموضوع ده تاني. واسيبك في المشكله دي واقف اتفرج؟ ايوه. هو ايه اللي ايوه؟ اشمعنى انت ما عملتيش معايا كده؟ سيف لو طبقت السما على الارض انا مش هاخد منك مني. اكسلانس برضه عرف يتصرف، ساب لكم البلد وخلع، عرف يديكم كلكم على قفاكم. طب وحياتك عندي اللي انا اللي هديله على قفاه، ومش بس قفاه، قفا امه كمان. ايه هتروح تجيبه من بره؟ وهو يجي من بره ليه؟ خليه بره براحته، هي مش أمه هنا برضو ولا أنا بيتهيألي؟ خلاص نتك عليها لغاية ما تيجي وهي ركعة. وانت عايز أمه تجيلك ركعة ليه؟ ده رايح حضرة الظابط. وانتوا كل يوم والتاني تشرفونا ولا ايه؟ في ايه؟ احنا المرة دي جايين لحضرتك انت يا دكتورة. ليه انا؟ ليه؟ هو مش حضرتك رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الغدر الطفولة؟ ايوه. في ايه؟ معايا امر من نيابه الاموال العامه بالقبض على حضرتك. بالقبض عليا انا؟ ليه؟ حضرتك متهمه بتلقي اموال من الخارج تبرعات وفي شبهه غسيل اموال. ايه اللي بتقوله ده يا حضره الضابط؟ انا؟ ايوه يا فندم. لبسها الكلبشات يا ابني. دكتور منى
ايوه ماتت؟ حرام قوة إلا بالله. مين دي اللي ماتت؟ أنا لازم أنزل مصر حالا. تنزل مصر يعني إيه؟ أحجزها لأول طيارة. لو ما لقيتش أحجزها طيارة خاصة. أنا جهزت لك الدرافت بتاع الكفران اللي كنا متفقين عليه. إيه مالك؟ في إيه؟ أمي ماتت. ايه في حياتك؟ حياتك الباقي يا حسام. ينفع اطلع اشوفها؟ ايه مش هينفع يا حسام، اي نفسيتها تعبانه مش داريانه باللي حواليها خالص. طب ينفع ابص عليها؟ بقول لك مش داريانه باللي حواليها، وبعدين اوضه فوق مليانه ستات، اذا عايز تشوفها تستنى بالليل قبل بكره الصبح وهتكون الصدمه خفت عليها شويه. طب في اي حاجه ممكن اقدمها او اي مساعده؟ بجد ميرسي. اي حاجه ميرسي بجد. طب هستأذن. ميرسي اشكرك. ازيك يا حسام؟ ازيك يا سيادة المستشار. هل أنا خلصت كل الإجراءات، يعني إن شاء الله بعد العصر على طول هنبقى جاهزين. أجل كل حاجة دلوقتي يا ماهر بيه. إيه؟ ليه؟ لأن السيف جاي وطلب إن إحنا نأجل كل حاجة لغاية ما يوصل. لغاية ما إيه؟ أنت إيه اللي بتقوليه ده؟ ده كده يبقى بيضيع نفسه، بيضيع نفسه. فكر بالعقل يا سيف. العقلة فيها العقل وقت ما ويلا عشان هطلع المطار دلوقتي حالا. ما كنت فاكر انه هيسمحوا لك تحضر الدفده والعزه تبقى غلطان. انت اول ما توصل المطار هيقبضوا عليك، هيحولوك نيابه وبعديها سجن، يعني السفريه دي ملهاش لازمه. امي مش هتتدفن من غيري يا مريم، مش هتتدفن من غيري. دمي. طيب ممكن تخليني اعمل لك كده من غير ما حد يعرف؟ ازاي؟ خليني اعمل محاوله وبعدين هقول. Hello, Mr. Camara. I need you in a very important issue. Hello. مين؟ بغض النظر عن الخلافات اللي بينا، فالواجب يحتم عليا اني اكلمك واقول لك البقاء لله. انت مهما عملت فيها السيف برضه في الاخر احنا اخوات وعشره. وعمري ما انسى وقفتك جنبي ساعه امي الله يرحمها. لا لا ما تسألنيش أنا جبت نمرتك في دبي إزاي؟ عيب. أنا مهما كان برضو وزير. يعني حبك الكلام في التليفون دلوقتي؟ مش في فيلا المفروض نتفرج عليها؟ هو إيه اللي هش وانا دبانة واقفة على مناخيرك بتقول لها هش؟ يلا بسرعة قبل ما حد يلف مننا المكان.